السلام على محيي المؤمنين ومبير الكافرين، السلام على مهدي الأمم. يا دين، الدين اللي ما يحفظ كرامة الناس مو دين، الدين اللي ما يكون معونة لكل الناس مو دين، الدين اللي ما يكون مليء بالأخلاق والرحمة مو دين، الدين اللي ما بترتضيه للناس مثل ما ترتضيه لنفسك مو دين، كذب. احنا الآن متلبسين بلباس الشيطان، بلباس الشيطان، ولذلك بعيدين عن الولاية، بعيدين عن كل هذه الإرهاصات، لأن احنا ما عندنا دين. لننتظر الإمام قادم إليكم، خلنا نشوف أنا الدجال يا فحل. والله العلي العظيم، أنا لم أتشمت بأحد، حتى بعدوي لن أتشمت. دكتور، قال أبو جعفر عليه السلام: لو بقيت الأرض يوما بلا إمام منا لساخت الأرض بأهلها ولعذبهم الله بأشد عذابه، وذلك أن الله جعلنا حجة في أرضه وأمانا في الأرض لأهل الأرض. أليس هذا كلام واضح من الإمام الباقر عليه السلام، أن الإمام الحجة حاضر بيننا وموجود وغير غائب؟ لا، الإمام غائب، من قال لك؟ أصلا ماكو إمام. لو اكو امام نعرف اكو امام ما صرنا حجج. تقلب الدفتر هيجي الحجه 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 الحجه. سؤال، ليش نحب الالقاب الرنانه ونكتب الامام علي، الامام الحسن؟ خوش، وهذه هم طلعنا ائمه وياهم حطينا، صاروا مو هم صاروا 750 امام، لانه بكيفنا هاي الدرجات نحطها وما نعرف شنو، مانع من نفاقنا. يعني سؤال اسالكم بحظكم وبختكم، اكو بدعه جديده، عندنا ثلاث رؤساء: رئيس وزراء، رئيس مجلس نواب، رئيس جمهوريه. واذا اكو رئيس مخابرات او رئيس امن، سادة الرؤساء. يصير هاي بقانون؟ شو الرؤساء الاربعه؟ الفرسان الاربعه؟ ماكو هيك قانون عمي، ماكو هيك قانون. هذا يدلل ان السفينة هواية ملاليحة، يعني عرف شلون؟ ليش؟ الرئيس هو الرأس، اكو واحد عنده اربع رؤوس. احنا الان تحايلنا حتى بقضايانا الوضعية عندنا اربع رؤوس، واذا طلع رأس خامس يا طقعت السوداء. الامام تنصيب الهي، يعني مو رسول الله نصبه، تنصيب الهي. اجينا تحايلنا على هذا التنصيب الهي، اخذناه، قلنا مو بس هو امام، احنا هم ائمه، والمصيبه طالعيننا ببدعه: علماء امتي خير من انبياء بني اسرائيل. ها؟ ياهو علماء امتك؟ ياهو، دير بالك تتجاوز على اهل البيت. العلماء يعني اهل البيت، مو العلماء اللي انت قريت وصرت عالم عبالك يا عالم بمن. العلماء اهل البيت، حتى هذه سحبنا البساط من جو اهل البيت، ولا زالوا اهل البيت يعاني الامام الحجة من عدنا. واللي يقول لي ما يعاني، ليش ما يطلع الامام الحجة اذا احنا خوش؟ اذا احنا خوش وندعو الى اهل البيت، ندعو الى محمد وآل محمد، ليش ما طلع الامام الحجة؟ ولكم يا عمي، محمد صادق الصدر طلع يوم خلى 4 ملايين يصلون وراه دقيقتين كذا، حتى الكاولية صرت وراه. يريد شجاعة، راد يجرب لكم، ترى الخلل بيهم مو بينا. من محمد صادق الصدر ازاح اللثام عن وجهه وابعد الموت المخيم على عقول الناس، خرج ليخرج اليهم بحرية جديدة من عبودية صدام الى طاعة محمد صادق الصدر، مو الامام الحجة، طاعة محمد صادق الصدر، لان هاي الناس ما توصل للامام.